والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم أسباب زيادة الإيمان أن يتعرف المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعرف المسلم على أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظاهرة والباطنة. فإذا تعرف العبد المسلم على أحوال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يكون على يقين أنه مرسل من عند الله رب العالمين، وأنه قد أكمله الله رب العالمين وكمله بالأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة، وقد آتاه الله رب العالمين من الخلق العظيم ما لا يقدر قدره وما لا يعرف مقداره إلا الله رب العالمين. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: صحبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين. وفي رواية: صحبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما قوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فجبر الكسر، إذ هي 9 سنين وأشهر. وأما قوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فقد حذف الكسر. فالروايتان ثابتتان على هذا النحو، والعرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أمة أمية لا تحسب ولا تكتب. قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم. وأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فقلت لا أذهب. قال: يا أنيس، وهو تصغير أنس، وهو تصغير للترحم والتلطف، فقال: يا أنيس اذهب فاصنع كذا. قلت: لا أذهب. قال: وفي نيتي أن أذهب. قال: فمضيت فوجدت جملة من الغلمان يلعبون فأخذت ألعب معه. قال: فما راعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم من خلفي وقد وضع يديه على عيني يقول: يا أنيس ذهبت حيث أمرتك. فقلت: أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أخلاقه الكريمة وصفاته الجليلة وشياته النبيلة، من لم يتعرف عليها فإنه يكون ناقص المعرفة بدين الإسلام العظيم. فإن الله تبارك وتعالى قد أنشأه بين أولئك القوم يعرفون أخلاقه، حتى وصفوه بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم في جاهليتهم يسمونه ملقبين إياه الصادق، جاء الصادق وراح الصادق وهو الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم مع خلافهم معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يكذبونه ويعادونه وودوا لو قتلوه وتخلصوا منه، كان الواحد منهم إذا اقتنى شيئا نفيسا وأراد أن يحفظه جعله أمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين أمرين، بين ما هو شخصي وبين ما هو شرعي، بين ما هو ذاتي وبين ما هو موضوعي. وأما الخلط الذي يحدث عند كثير من الناس أن تبغض شخصا لأنك تبغضه، تبغضه لأنه أفضل منك أو لأنه أقل منك أو لأن الله اختصه بما لم يختصك به أو لأنه وضيع في نسب أو شريف في نسب فأنت تحتقره أو تحقد عليه، فترد الحق الذي يجيئك به لبغض في نفسك بأمر شخصي، فيا حسرة على العباد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، وهم في ذروة الصراع معه صلى الله عليه وسلم، إذا كان الواحد منهم مقتنيا شيئا نفيسا وأراد أن يحفظه جعله وديعة وأمانة عند الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أن هاجر وترك عليا هنالك في فراشه مسجا ببرده الأخضر الحضرمي، قد وصاه أن يرد الأمانات إلى أصحابه، وهم الذين اغتصبوا الديار وهم الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم وتتبعوهم كل متتبع وساموهم الخسف والهوان وقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا وشردوا من شردوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وللدنيا كلها من بعده الأخلاق لا تتجزأ، الأخلاق كل مجموع لا يتجزأ، فمن أراد أن يأخذ شيئا ويدع غيره من الأخلاق فليدعها جملة فهو أكرم له. فأن يوصف الرجل بأنه لا أخلاق عنده خير من أن يوصف بأنه منافق. وكان الكفار في مكة يعلنون بالكفر ويجهرون به ويصارحون به، لأنهم في نظرهم لهم الشوكة والإسلام لا شوكة له، يحسبون زعموا، فكانوا يعلنون بالكفر ويجاهرون به. الكفار الذين يعلنون بالكفر وبالعداء خير من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعداء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين، لأن النفاق خلل في التركيبة النفسية يجعل المرء من داخله مشوها ملتويا، وهو مأخوذ في أصل اللغة من النافقة، وهي جحر اليربوع الجربوع، وهو حيوان معروف ولكنه يجعل جحره على هيئة مسارب خفية ويجعل له بابا واحدا، ثم يجعل في آخر تلك المسارب عند الأرض ما هو مرقق بحيث إذا ما ضربه برأسه عند الحاجة انفجر عن كون وسيع فخرج من جحره هاربا، فإذا تتبعه متتبع إلى جحره دخل فيه، يظل القط مثلا متتبعا ذلك أو الثعلب ما يزال متتبعا إياه حتى يدخل جحره فيربض هنالك منتظرا خروجه، والآخر قد مضى في مسرب من مساربه ثم ضربه برأسه فخرج منه ثم انطلق، والآخر جالس ينتظر. فكذلك المنافق
مسارب خفية في نفس إنسانية قد شوهت وقد عادت شيئا جديدا. الله رب العالمين خلقها على الفطرة وهذا أتى فشوهها وجعل منها شيئا لا هو إلى الإنسانية يمت بسبب ولا هو إلى الحيوانية يمت بسبب، وإنما هو شيء شائه كريه. فكذلك النفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلننا أن الأخلاق لا تتجزأ، ومن جزأ الأخلاق فليدعها جملة فهو أكرم له. فأن يكون فاجرا مستعلنا بفجوره وأن يكون عدوا معلنا بعداوته هو خير من أن يكون منافقا يلتوي على يديك ويظهر لك ما يبطن ضده ويلقاك فيجعلك في حضنه والخنجر في ظهرك، هذا لا يجوز. أولئك في الدرك الأسفل من النار. الله رب العالمين جعل الفرق بين الحرام والحلال، بين النكاح والسفاح، ما ترى أن يأتي رجل عالي الهمة لكي يطرق باب الرجل الذي ارتضى دينه وخلقه وارتضى أن يكون له صهرة وأن يعقد معه النسب، فيأتي جهارا نهارا، فما يزال ذلك كذلك بإجراءات شرع محفوظ من لدن ربنا جل وعلا حتى يأخذها بيدها لكي يسلمها إليه وهي عرضه، ولكن أحله الله رب العالمين، هذا حلال وهذا نكاح، وأما السفاح فشيء آخر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وصانا بأن الأعمال عند الله رب العالمين بالنيات، وأنه لا وزن لعمل لا نية فيه، وأن الذين آتاهم الله الدنيا وكفروا بالله رب العالمين وتمتعوا بها أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا وليس لهم عند الله في الآخرة من خلاق، والخلاق النصيب، فليس لهم عند الله رب العالمين في الآخرة من خلاق أي من نصيب، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فجعل الله رب العالمين النية قائمة على هذا النحو الأصيل في دين الله رب العالمين. إذا أراد رجل أن يتزوج فإنه ينوي أن يأتي بسنة الله رب العالمين في كونه، إذ خلق من كل شيء زوجين وجعل كل شيء في الحياة مبنيا على الزوجية بقانونها، وأما الفردانية وأما الصمدانية وأما الواحدية وأما الأحدية فلله رب العالمين وحده. ثم يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أمر بالتكاثر والتناسل، وأنه كما أخبر مباه بكم الأمم يوم القيامة فترة وإيمانا ونورا في الموقف، يعرفكم غرا محجلين كصاحب الإبل، على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب الخيل التي تكون دهما دهما وفيها ذلك الذي يكون محجلا، فهو يستخرج هذه من هذه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينوي أن يعفه الله رب العالمين في هذا المجتمع الذي تردت فيه الأخلاق إلى هوة هابطة وحضيض سافل ما يزال نازلا لا بانحدار وإنما نازلا ساقطا على أم رأسه، وإن لم يأذن لنا ربنا جلت قدرته بعصمة من هذا البلاء في الانحدار والانهيار الأخلاقيين. فكبر علينا أربعة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين، وأن ينوي أن يرزقه الله الولد الصالح الذي يكون امتدادا له في الحياة بعد أن يفارق الحياة، وأن ينوي أن يحصل في بيته من تعينه على طاعة الله رب العالمين. وإخواننا وأحباؤنا من البرانية، قرية البرانية وهي قرية حبيبة إلى قلوبنا، دعونا فيها إلى الله رب العالمين إخواننا وأحباءنا، ونعرف منها من نعرف من أهل السنة ومن أهل الحق، لا من أهل البدعة ولا من أهل معاندة الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم،
حبيبة هي، كأنها امتداد لنا، وكأننا امتداد لها، وكأنها شيء منا، وكأننا شيء منها، ولله الحمد رب العالمين، لأن هذا الدين لم يجعل عند المنتسبين إليه شيئا يطلق عليه الجغرافيا، فضلا عن أن تكون الجغرافيا حاكمة عند من فرغت عقولهم من معاني الشرع حتى في النجع الواحد وفي الكفر الواحد وفي البلد الواحد وفي القرية الواحد. أي إسلام هذا؟ بل إن الإسلام يجعل المسلمين جميعا على ذلك النحو. وأنت خبير بأن أبا ذر الغفاري وهو عربي قح لما وقع في بلال رضي الله عنه فقال يا ابن السوداء، فقال عيرته بأمه يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله على كبر سني؟ قال على كبر سنك. فماذا صنع؟ وضع خده على الأرض وأقسم لا أرفع خدي عن الأرض حتى تطأ عليه يا بلال بقدمك. سوى الإسلام بين الناس ممن انتسب إليه ودخل فيه والتزمه، فالكل سواسية. وأما مقياس التفاضل عند الله فالتقوى، فهم أحبتنا، ونحسب أننا لديهم على ذات المنزلة التي لهم عندنا إن شاء الله رب العالمين. ونسأل الله رب العالمين أن يبارك فيهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة الموحدة، وأن يوفقهما لإنشاء البيت المسلم الصالح الموحد الذي تتلى فيه آيات الله ويعمل فيه بسنة رسول الله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.